السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بألف خير. وقدم لكم أسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء اليوم في مصر الأحد 7/7/2024 من قناتي أنا وحياتي. أولا، سعر صرف الدولار والعملات في السوق السوداء اليوم في مصر: سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء 69 جنيه 69 قرش، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 130 جنيه 90 قرش، سعر الريال القطري 13 جنيه 53 قرش، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 128 جنيه 49 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر 62 جنيه 95 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء في مصر 161 جنيه 17 قرش، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء 13 جنيه 34 قرش، سعر اليورو اليوم في السوق السوداء 53 جنيه 30 قرش، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في مصر 13 جنيه 20 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 49 جنيه 55 قرش، والبيع سجل 50 جنيه 90 قرش. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.